وقبل الفصل كنا بنتكلم عن كواليس اختيار حضرتك ضمن بقى منتخب مصر الاول للسفر وتمثيل مصر في البطوله الافريقيه بعد معسكرين ما قدرتش تثبت نفسك فيهم قدام نفسك انت قادر، ولكن كان لازم تدوس على نفسك اكتر علشان ان انت تكون بتتفوق على نجوم من الاهلي والزمالك. يعني دي حقيقه. فجينا في المعسكر الثالث بقى اللي هو قبل البطوله، كنت مركز قوي ان انا يعني لازم ابقى في ال 12 اللي مسافرين يمثلوا مصر في البطوله دي، وده اللي حصل فعلا، لان انا كنت من اول يوم في المعسكر وانا مركز قوي، وانا كنت صانع لعب، بلاي ميكر. بلاي ميكر ده يعني هو كوتش في الملعب، بيدير الناس اللي موجوده في الملعب. فانا كان الموضوع كان صعب، صعب جدا كمان، مش بسهوله، لان انا جاي من نادي صغير وسني صغير عليهم كمان، لان هم انا كنت اول سنه في الجيل. الجيل ده ثلاث مراحل سنيه، 78 77 76، انا 78 يعني اعتبر اصغر واحد. وكان معايا اسامي، يعني عايز اقول لك طارق الغنام واسماعيل احمد، اللي متابعين باسكت عارفين مين طارق الغنام واسماعيل احمد يعني. وانا كنت صانع لعب في الملعب، فتعليمات الكوتش انا اللي كنت بنقلها للعيبه لقيت صعوبه في تقبل اللاعبين لفكره ان لاعب جاي من فريق احنا في مكان مختلف خالص عنه ان هم يكونوا بيتقبلوا منك ده؟ هي مش صعوبه، هي منافسه شريفه يعني، يعني وضع طبيعي كنت يعني. سنه كده انا شايف هي مش سنه، هي سنات يعني. كتير بس مقبوله، لان ده حقه وده حقي يعني. هو حقه ان هو يبقى مكانه بيتاخد منه، وده حقي ان انا لازم اخد، وهي دي اصل الرياضه واصل المنافسه. تنافس يعني شريف طبعا، ما فيهاش اي مشكله. زي ما انا زعلت في معسكرين وروحت اسكندريه معيط في القطر، المعسكر الثلاثه انا كنت مبسوط. فممكن الشعور ده يكون اتنقل لغيري، واكيد اكيد يعني ما انا مش هتاخد عليه مجامله، ولا ان هو احسن مني وانا اتخذت. اكيد انا كنت احسن فعشان كده انا اتخذته، واكيد لما هو اتاخد عليا كان هو احسن. سيبك من حته نادي كبير ونادي صغير والكلام ده، لو الفرق واضح مش هيبقى فيه مجال للمجاملات. انما طول ما العمليه قريبه ممكن يبقى فيها سنه مجاملات، او سنه يعني لا نادي اكبر اسما وبتاع ممكن. فحضرتك كنت بتتكلم عن انه كونك بلاي ميكر، فان انت تكون انت اللي بتوجه النجوم اللي في الانديه دي. دي كانت صعبه برضو بالنسبه لي، لان زي ما بقول لك انا كنت صغير عليهم بسنه وسنتين، واحنا كلنا اصلا في السن ده شباب يعني، ما احناش فريق اول، احنا منتخب مصر رجال تحت 22 سنه. فالمهم المعسكر ده انا كنت ماشي بشكل كويس جدا، وكان ليا شكل مختلف عن المعسكرين الاولين، لاني اشتغلت على نفسي جامد الفتره اللي قبليها، فما بقاش في مجال ان انا خلاص يعني. انا حتى وهم بيقولوا الاسماء ال 12 اللي مسافرين، انا كان عندي احساس مختلف في المره دي قبل المرتين اللي قبله. حتى وانا قاعد بسمع الاسماء ما كنتش متوتر قوي يعني، في ثقه شويه، مش ثقه مش غرور والله، بس عارفه انت لما تبقي مذاكره كويس وداخل الامتحان حلك كويس بتبقي مرتاح. فده اللي حصل يعني، اتخذت في ال 12 بتاع البنطوله، وربنا كرمنا وسافرنا بنلعب بطوله افريقيا تحت 22 سنه في المغرب، مؤهله كاس عالم. من اصعب البطولات اللي لعبتها في حياتي، مش عشان هي اول بطوله ولا عشان هي بطوله لا، ليه من اصعب بطوله؟ اولا المغرب، شعب المغرب طبعا اخواتنا واهلنا وحبايبنا، بس شمال افريقيا تشجيع حماسي، حماسيين جدا ومتعصبين جدا، والمنتخب بتاعهم كمان كان قوي كمان، وكنا خمس فرق وفرقه واحده بس اللي هتطلع كاس عالم. عارفه لو المنتخب بتاعهم ضعيف مش ما عندوش فرصه انه يتاهل، كان ممكن يقعدوا يشجعونا احنا، انما منتخبهم قوي، وفعلا كان الفاينل معاهم في وجود انجولا وتونس ونيجيريا وفرق جامده يعني. لا ده انا البطوله دي كمان ليها كواليس كتير يعني، واحداث شغب جوه الملعب وحواديت. ايه اكتر حاجه يعني حضرتك فاكرها من الاحداث الكتير دي؟ الماتش الفاينل مع المغرب واحنا نازلين، كان الملعب مليان على اخره، ملعب دائري كده عامل زي صاله واحد استاد القاهره، ملعب دائري، مدرجات دائريه حوالين الملعب، داخلين من الاوض كده من تحت المدرج داخلين على الملعب، فاحنا خايفين من من رد فعل الجمهور. فمن خوفنا عملنا حاجه كويسه كده، خلينا كل لعيب من منتخب مصر ماسك ايد لعيب من منتخب المغرب تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل. فلو حصل حاجه تروحوا زقينه وهو ماسك في طوبه كده، تروحوا تضربونا، هتبقى تضربوا ولادكم. دي حركه لئيمه. وفعلا هم بقى طلعوا قلقان مننا في ايه بقى؟ عملوا ايه؟ احنا لما نزلنا مع بعض كده دخلنا من المدرج وصلنا عند الملعب بنفترق، فهم استنونا اول ما افترقنا وبداوا الحتف بقى كله يجي على ناحيه منتخب مصر.
توب بقى وحجره وسوست وحاجات غريبه بيحذفوها، حاجات اصلا ممكن تستخدميها يعني حاجات حلو ده، ايه ده مقص حلو اخده هينفعني. انا بتكلم بجد والله، حاجات غريبه ازاي موجوده في ملعب، دي حاجات، دي ادوات مطبخ مثلا، ادوات مش ادوات جهاز. فبدانا المباراه، كان ماتش صعب جدا جدا يعني جدا. انا عايز اقول لك ان انا في الخمس ماتشات بتوع البطوله دي كلها ما جبتش خمس ستة باسكت على بعض. يعني كان اداء حضرتك متواضع جدا، مش اداء فني، هو يعني توتر غير طبيعي. اول بطوله ليا مع المنتخب بره مصر، يعني انا جيت اول بطوله ليا كنت بره مصر، يعني حتى مش جوه مصر بقى بتاع، لا ضغوط تانية، ضغوط تانية خالص. زمايلي اللي في المنتخب كلهم بقى اهلي زمالك وجزيره وكده وبتاع، فمتعودين شويه على ضغوط افريقيا وماتشات نوعا ما نوعا ما. وبعدين هم كانوا مجهزين بمعسكرين قبل كده وبسنه قبليها، انا اعتبر لسه يعني داخل. فكان وضع صعب جدا. وعملنا ايه؟ كسبنا البطولة الحمد لله والأول، وطلعنا كاس عالم وسافرت مع المنتخب ده كاس عالم، كنا في استراليا. واستراليا دي برضو كانت من أجمل السفريات اللي سافرتها في حياتي، كاس عالم بطولة صعبة جدا جدا. طبعا احنا يعني خدنا المركز العاشر، يعني مش هقول لك بقى، لا هو المركز العاشر برضو. من ضمن كام كان كام منتخب؟ 12 او 14 فرق، يعتبر حاجه كويسه، مش حاجه صعبه جدا. يعني حاجه كويسه على مستوى العالم اكيد، والاجيال كمان اللي احنا لعبنا في وسطها. يعني من كام سنه كانوا بيلعبوا ام بي اي، يعني يعني انا ممكن اقول لك اسامي ناس اللي متابعين باسكت عارفينهم، يعني بيلعبوا ام بي اي. جينوبيلي مثلا لعيب في الارجنتين، جيلي مواليد 77 اكبر مني بسنه، كنت بلعب ضده في كاس العالم في استراليا، طبعا ما كانش حد يعرفه لسه. فوجئنا بيه ان هو بيلعب في الام بي اي في الدوري الامريكي، أيوة من احسن اللعيبه في الام بي اي. فلا كان بطوله صعبه جدا جدا.